Hello everyone, welcome to the show. Today we have a very special guest. He is the legendary عبد الحسين عبد الرضا. حياكم الله وفرصة سعيدة ان نلتقي بشبابنا وعيالنا اللي هم ثروة المستقبل الحقيقة. واهلا وسهلا فيكم وتفضلوا. ايش عندكم من الأسئلة؟ هي شخصية جذابة ممكن تكون شخصية عامة. الشخصيات الجذابة والعامة دائما الشخصيات المعروفة المشهورة سواء على مستوى الإعلام أو على مستوى الفن، فهذا يسمونه الشخصية العامة أو الشخصية الجذابة اللي ممكن تعوده الجمهور على هالإنسان بين فترة وأخرى أنه يطلع بالتلفزيون أو بالصحافة، فيكون شخصية عامة. أكثرهم عادة يختلفون عن بعض في طريقة أدائهم وقولهم فيجذبك بالكلام، فهذا يسمونها شخصية جذابة. هو ما الشخصية الجذابة أو الشخصية العامة فلازم يكون مميز، يعني في أدائه في قوله أو في ثقافته. ممكن يكون شاعر يجذبك بشعره وعمق البيوت اللي يكتبها، بيوت الشعر أو القصائد، وهذه مواهب. صعب أنك أنت تكون شخصية جذابة، هي موهبة، هذه عطية من الله، ما فيها دراسة ولا قول ولا ما فيها، ما لها شروط ولا لها ميزان معين، لأن هذه موهبة سواء في الخطابة أو في أداء أو في عطاء. فهالموهبة تتنمى مع الوقت ويطورها الموهوب أو الشخصية الجذابة اللي تقول عنها. هو المسرح معناها الجمهور، يعني أنت مجرد ما توقف عند الكاميرا أو قدام الكاميرا معناها قدام جمهور. نفس العملية المسرح، فله رهبة حتى الكاميرا، يعني الكاميرا لها رهبة أيضا، لأن الكاميرا معناها الجمهور، معناها الجمهور قاعد ينتظر أنا شو أقول، لها رهبة. المسرح أيضا له رهبة، لأنك أنت راح تطلع المسرح وتقابل الجمهور وتقول. أنا يعني صار لي أكثر من 50 سنة في المسرح، للآن إذا طلعت على المسرح في البداية تحوشني رهبة، يعني الرهبة هذه صعب أنك تحلها أو تلغيها. إلين بعد فترة إذا بديت بالعمل أو بديت بالتمثيل على المسرح و مسكت الجمهور، يعني الجمهور ارتاح منك وانت تبتدي تنطلق، فهذه مجرد ما تنطلق وتحس ان في الجمهور متجاوب معك تروح الرهبة هذه عنك. بالله وبيك عاد احنا نبينا نشوف لك ثغرة، قوانيننا ترى ترسى ثغرات، احنا على حظنا ان سدت الثغرات كلها. الله طال عمرك، بالنسبة للقانون بالنسبة لي ما في اي ثغرة. يا معود لو مستعملة والله. الأعمال القادمة عندنا أكثر من عمل حق رمضان الجاي إن شاء الله، فنخليها مفاجأة، ما نبي نحرق العمل، لأن للآن ما تمت الموافقة على تسجيله، ولكن هناك في عمل مسلسل كبير إن شاء الله حق رمضان الجاي. Thank you for your time, Adnan, and we had a great time with you for these questions. Thanks for your time once again. لا والله قصرت أنا، لكن أنتوا طبعا مثل ما عرفت شباب هاوين هالشغلة، فلازم يكون تشجيع منه في جميع المجالات. يعني تعودوا أكثر ومارسوا العملية أكثر، لأن هذا إعلام، الإعلام يبيله شوي جرأة ويبيله ترتيب شوي بالأسئلة،
اسئلتكم قليله وانتم مسوينها، انا ما اقدر اضيف عليها شيء، لكن كثر خيركم ويعطيكم العافيه. Thanks for your time ladies and gentlemen. I hope that you have enjoyed this video. That's all for now. See you guys. Hi guys, I just want to say real quick that I was really honored to make this interview with the legendary Abdelhassan Abdelrada, who is not just only one of the biggest stars in the country, but also in the whole entire region, as he was so humble and so down to earth that I didn't even feel any nervous whatsoever throughout the entire interview. This is a once in a lifetime opportunity, and I was glad to be able to share this with you guys. So once again, I'd like to thank him for this amazing opportunity, and I'd like to thank you guys once again for watching. Subscribe, like, and share it with your bros and homies or whatever you like to call them. That's all for now, guys. Peace.